بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. وبعد، فإن أشرف ما قضى فيه المرء المسلم وقته تعلم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن تعلم العلم الشرعي شرف للمرء وعز ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. العلم نور لصاحبه يستضيء به، بالعلم يهتدي قلبه وتزكو نفسه ويطمئن قلبه وتصلح أعماله، وبالعلم الشرعي يميز المرء بين الحق والباطل، والهدى والضلال، السنة والبدعة. وبالعلم الشرعي تعلو الهمة وتقوى العزيمة ويحسن الإقبال إن صدق المرء مع الله جل وعلا في نيته وقصده في طلبه للعلم. والعلم الشرعي ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا لا الدراهم ولا الدنانير، وإنما ورثوا العلم. فالمشتغل بالعلم الشرعي مشتغل بميراث الأنبياء وبإرث النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. بالعلم الشرعي يعرف المرء العمل الصالح والطريق الواضح ليسلكه ويكون من أهله، وبه يعرف صراط الله المستقيم وسبيله القويم ودينه الذي رضيه جل وعلا لعباده. وبالعلم الشرعي يعرف المسلم السبل المعوجة والطرق المنحرفة وما لا يرضاه جل وعلا ولا يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى من الأعمال، فيكون من ذلك كله على حذر شديد وبعد عن الوقوع في شيء منها أو الدخول في شيء منها. والعلم الشرعي فضائله وآثاره وعوائده الحميدة على صاحبه وحامله في دنياه وأخراه
كثيرة جدا. ومن يتأمل في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يجد نصوصا كثيرة حاثة على هذا العلم مرغبة فيه مبينة فضله ورفيع مكانته وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله من عظيم الثواب وجزيل المآب. وأول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا فيه أن العلم الشرعي هو بداية الطريق وهو غايتها وهو هدايتها، لا يمكن أن يهتدى إلى طريق الله المستقيم ودينه الذي رضيه لعباده إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله جل وعلا. فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فإذا وجد العلم لدى المرء عرف العمل، عرف العمل الصالح، عرف الطريق الواضحة والسبيل المرضية فسلكها على بصيرة وعمل بطاعة ربه جل وعلا على نور من الله. ولهذا فإن العلم الشرعي كلما ازداد المرء منه ازداد رفعة عند الله، لأن الله جل وعلا يرفع المرء بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم يرفع الله جل وعلا المرء ويعلي درجته. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. قال أهل العلم ما أمره بطلب الزيادة في شيء إلا العلم، قل رب زدني في علما. والسر في ذلك والله تعالى أعلم أن العلم كلما ازداد عند المرء مع النية الصالحة زادت الخيرات وكثرت وتعددت وتنوعت، لأن العلم يهدي ويدل ويرشد. وصلاح المرء وفلاحه يحتاج فيه إلى أمرين: علم يهديه وهمة عالية ترقيه. فإذا وجد العلم
وجدت الهمة وجدت الخيرات كلها، وانفتحت للمرء أبواب الصلاح والزكاء والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فما أمر الله جل وعلا نبيه بالزيادة من شيء إلا العلم، وقل ربي زدني علما. كلما ازداد المرء من العلم زادت فيه الخيرات وتفتحت له أبواب الصالحات وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا في كل يوم، في أول اليوم باكورته بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يسلم، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الثلاث المطالب المذكورة في هذا الحديث هي أهداف المسلم في يومه، ولو فتشت لن تجد للمسلم في يومه أهدافا إلا هذه الثلاث، منحصرة أهداف المسلم في يومه في هذه الثلاث: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. فكر ما شئت، أعمال أو أهداف المسلم كل يوم منحصرة في هذه الثلاث. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ يومه بدعاء الله عز وجل المعونة على تحقيق هذه الأهداف العظيمة في اليوم، ويبدأها بماذا؟ العلم النافع قبل الرزق الطيب وقبل العمل الصالح المتقبل، لأن العلم النافع هو الذي يميز به المرء بين رزق طيب أو خبيث، وبين عمل صالح أو سيء. من لا علم عنده تختلط عليه الأمور، تلتبس عليه السبل، فلا يميز بين حق وباطل أو هدى أو ضلال أو حسن أو قبيح، كل ذلك لا يمكن أن يحصل للمرء التمييز فيه إلا بالعلم، العلم النافع. ولهذا جاء في القرآن في مواطن أنه لا يستوي في الفضل والمكانة والدرجة من هو على علم بدين الله سبحانه وتعالى وبصيرة ممن هو ليس كذلك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. وأهل العلم حقا وصدقا هم أهل الخشية من الله، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع مع النية الصالحة يورث في قلب المرء خشية من الله، ولا سيما إذا عظمت عناية المرء في أعظم جانب في العلم، وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى
وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ومن عرف الله حقا بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وتعلمون أن المحبة روح الدين، والركن العظيم الذي يقوم عليه الدين، وهي أعظم المحركات، محركات القلوب. ثم يكفي أهل العلم شرفا ومكانة ومنزلة أن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته مع شهادة الملائكة في أعظم مشهود به، هو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا شرف عظيم للعلماء أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة قرن شهادتهم بشهادته. أعظم شاهد في أعظم مشهود به الذي هو التوحيد، الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في الترغيب في العلم والحث عليه وبيان فضله وفضل حملته. روى أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم جدا في فضل العلم، فقد نوع فيه عليه الصلاة والسلام في جمله الخمس في ذكر الفضائل، فضائل العلم. قد أفرد هذا الحديث الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالة عظيمة نافعة مفيدة جدا مطبوعة، شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم. الجملة الأولى فيها أن سلوك طريق العلم وسبيله مفض إلى الجنة، والجنة إنما يكون دخولها بعد رحمة الله وفضله بالعمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل الصالح لا يهتدى إليه ولا يعرف
ولا يميز عن غيره إلا بالعلم النافع. والجملة الثانية فيه أن الملائكة تستغفر أو تضع أجنحتها لطالب العلم، تضع أجنحتها لطالب العلم، وطالب العلم وإن كان لا يرى الملائكة تضع أجنحتها له في سيرها لطلب العلم، ولا يراها أيضا ويتحف مجلس العلم بأجنحتها كما ثبت في الحديث الآخر، إلا أنه من ذلك على يقين، لأن الذي أخبره بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جزء من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله في أول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فهم على يقين من ذلك، كأنهم يرون الملائكة، على يقين من ذلك. والجملة الثالثة فيه أن الكون من في السماوات ومن في الأرض، حتى الأسماك في الماء الحيتان يستغفرون لأهل العلم. ومما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة في ذلك أن نفع العالم للأمة يعود حتى لهذه الحيوانات، لأن عمل العالم إصلاح في الأرض، والأرض تفسد بالشرك والضلال والآثام والمعاصي، وفسادها مضرة حتى على البهائم والطير والأسماك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي من الناس. فالعالم يعمل على إصلاح في هذا الكون، إصلاح في الناس، وصلاحهم أثره عائد حتى على هذه. وانظر في هذا الباب ما يبين من خلال الأدلة في مسألة التعامل مع الحيوان والرفق ببهيمة الأنعام والإحسان إليها ورحمتها وغير ذلك مما يتعلق بهذا الجانب. والجملة الرابعة فيها أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وذاك أن العالم نفعه متعد والعابد نفعه قاصر عليه. أما العالم نفعه متعد، يصل للأمة، ينتشر في الخلق، يهدى به العباد. والخامسة من جمل هذا الحديث فيها أن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن ميراث الأنبياء هو العلم، العلماء الأنبياء ورثوا علما للأمة، لم يورثوا الدنانير ولا الدراهم، وورث سليمان وداود، ليس هذا مال، ليست وراثة مال. فالعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه أخذ بحظ أوفر. من ماذا؟ ميراث النبيين، من ميراث النبيين، من الطرائف واللطائف في هذا الباب أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء مرة للناس وهم في السوق يبيعون ويشترون مشتغلون بالتجارة،
فقال ما بالكم في بيع وشراء وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الآن في المسجد؟ فانطلق الناس إلى المسجد ظنوا أن هناك مال، كل يريد أن يدرك نصيبه من هذا المال. قال ما بالكم في بيع وشراء وميراث النبي عليه الصلاة والسلام الآن يقسم في المسجد؟ انطلق الناس ودخلوا المسجد ما وجدوا مال ولا أحد يقسم مالا. وقف أبو هريرة رضي الله عنه في مكانه ينتظرهم، يعلم أنهم سيرجعون إليه. فعلا نظروا في المسجد ورجعوا إليه، قالوا ما وجدنا ميراث يقسم في المسجد. فقال ما رأيتم شيئا؟ قالوا رأينا علم يتعلم في المسجد. قال هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. فكلما زاد نصيب المرء في هذا العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة زاد حظه ونصيبه من هذا الميراث. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر هذا الشرف العظيم، وأعلى ذلك ذكر الله لهم في من عنده أي الملائكة. ومثله ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر. قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر نعمة الإسلام وما من الله علينا به. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر هذا الشرف ما أرفعه وأعلاه. ثم من وجد نفسه مقبلة على العلم منشرح الصدر للطلب يحرص على مجالس العلم ويقتني كتب العلم ويقرأ ويفهم مقبل نفسه، فليعلم أن هذا من إرادة الله الخير به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم ومن وجد نفسه منقبضة ولا تريد العلم وكارهة له منصرفة عنه فهذا من إرادة الشر به. هذا مفهوم المخالفة للحديث. ارتبطت الخيرية إذن بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، ولهذا ثبت في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وأختم هذا الحديث بدعوة أو بالإشارة إلى دعوة عظيمة ميمونة مباركة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لكل طالب علم مقبل على العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كما ثبت في السنن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. نظر الله امرأ، هذا دعاء له بنظرة الوجه الذي هو حسن الوجه وجماله وبهاؤه. فمن كان مشتغلا بالعلم الشرعي في أي زمان وفي أي مكان له نصيبه من هذه الدعوة المباركة من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع، وأن يسلك بنا سبيل تحصيله وحمله، وأن يشرح صدورنا لذلك، وأن يسر لنا طريقه، وأن يذلله لنا، وأن يبعد عنا الصوارف الصارفة والشواغل المشغلة والفتن المطغية، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يرزقنا أجمعين علما نهتدي به وهمة عالية نرتقي بها. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل. ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يصلح لنا ذرياتنا أبنائنا وبناتنا، وأن يوفقهم للعلم والخير والعمل الصالح، وأن يبعدهم عنا الفتن وما أكثرها في هذا الزمان، أعاذنا الله والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.